السلام عليكم. هذا الفيديو خاص بتلاميذ السنة الثانية ثانوي جميع الشعب العلمية والأدبية. دونك آخر حاجة حبسنا عند المرة اللي فاتت سي لو بورتاج توريستيك، وقلت لكم ندير لكم فيديو باش تعرفوا كيفاش تفرقوا بين ريلي دو فواياج اي لو بورتاج توريستيك. بون هذا الزوج ماشي عندهم غير اختلاف، كاين علاقة بيناتهم. العلاقة هذه باللي هما في زوج يحكوا على ان فواياج، راكونت سور ان فواياج، لي دو راكونت سور ان فواياج ولا راكونت ان فواياج، المهم اللي كانت بصح كاين فرق، كاين فرق واحد بيناتهم اللي هو لو بوت. لو بوت تاع كل وحده فيهم ماشي كيف كيف، الهدف تاع كل واحد فيهم ماهوش كيف كيف. دونك لو بوت، الهدف من لو ريسي دو فواياج هو pour raconter un fait réel ou le trouve pour raconter ou tato le lieu tercom mais pour raconter Bijaya ou de donner des informations sur Bijaya. Donc quelles sont les informations à tel comme quelles sont les autres tiro un fait réel. Salam alaikum. Allez un fait réel. Salam alaikum. Ben je m'attrape le comme le but تاع لو روبورتاج توريستيك المقال الصحفي. دونك هذا هو المقال الصحفي، مي لو ريسي دو فواياج نورمالمون هكا غير حاجة خفيفة، سفر يحكي على سفر وخلاص. لو ريسي دو فواياج راح يحكي لك على سفر، راح يعطيك دي زانفورماسيون كيما قلت لكم، يعطيك دي زانفورماسيون، يحكي لك يسرد لك على السفر اللي دارو، على لو فواياج اللي دارو. هذا ما كان، مي عندكم لو روبورتاج توريستيك عنده ان بوت واحد اخر، سي راكونتي pour inciter les gens à visiter le lieu. هذاك لو ليو لي يكون في النص، باغ اكزومبل بجاية، عين الصفراء، هذوك لي سوجي عليهم، الصحراء موريتانيا اكسيتيرا، اي بور ديفلوبي لو توريزم، وباش نطورو لو توريزم. هنايا يحكي باش الناس يحرضهم، كيما نقولو ماشي يحرضهم، يتفحم باش يزوروا هذا المكان هكا كشغل كيما هكا. هنايا هذا يحكي برك لو ريسي دو فواياج، يحكي برك بصح هذا عنده هدف، يحكي باش لي جون، باش الناس تزور هذا المكان وباش يطور السياحه. هكا لو فواياج هو السفر، لو توريزم هو السياحه، ماشي كيف كيف. كاين حاجه دوكا، كاين واحد السؤال يعطيه لك في لي دوفوار اي لي زيكزامان، يقول لك il s'agit d'un texte، يعطيك بعد يدير لك دو بوين ما يديرلكش ان تكست. il s'agit d'un دو بوين ان ريسي دو فواياج، ان روبورتاج توريستيك، او ان ارتيكل دانفورماسيون. الارتيكل دانفورماسيون بعد مع الاخر نهضر لكم عليه. دركا كيفاش تفرق انت بين ان ريسي دو فواياج اي ان روبورتاج توريستيك؟ اول حاجه عندكم لو بوت، كي تشوف باللي لوتور راه يحكي برك، تعرف باللي راه يحكي ما عندوش هدف انه انسيتي الناس باش يروحوا يزوروا هذا المكان، معناتها راك في ان ريسي دو فواياج. اذا شفت باللي لوتور راه يحكي وراه يحوس الناس تزور هذا المكان ويحب يديفلوبي لو توريزم، عارف باللي راك في لو روبورتاج توريستيك. مي هنايا عندنا ان بروبليم، كاين دي زلاف ما يفهموش النص. دونك طريقه اخرى نعطيها لكم ودائما ناجحه هي لا سورس. روحوا دائما لا سورس، المصدر النص، عفوا لا سورس اللي تجي مع الاخر، هذيك اللي تجي مع الاخر روحوا شوفوا. اذا كانت عندكم اون دات كومبليت، تبعوا معايا مليح، تكون عندكم تاريخ كامل، لو جور بلس لو موا بلس لاني، ولا وحده فيها، نو ماشي وحده فيها، لازم في ثلاثه، لازم في ثلاثه بلس لو نون دو لوتور. ما خلينا من لو نون دو لوتور نهضروا على لا دات كومبليت برك. هذه كاين وين يقولوا لو نون دو لوتور، بصح ميم لو ريسي دو فواياج يكون فيه ان نون، يكون فيه اسم الكاتب، اسم لوتور المؤلف. تبعوا معايا حبه حبه. دونك هذا الازرق سي لو روبورتاج توريستيك، والاحمر سي لو ريسي دو فواياج. ما بقاش نطلع ونهبط. كي تلقاو في لا سورس اون دات كومبليت، لا دات كومبليت شنوها هي؟ تكون كاتب لك لو ومن بعد كاتب لك اون دات، باغ اكزومبل 23 افريل 2022، لا دات تاع اليوم هذه، هذه سي اون دات كومبليت. هكا
كي تكون عندك اون دات كومبليت تاريخ كامل، عرف روحك باللي راك هذا النص هو ان غوبورتاج توريستيك. وكي ما تكونش عندك اون دات كومبليت زعما تكون لاني برك السنه 2022 1900 وحاجه ولا ما باليش هكا، ما تكونش عندك اون دات كومبليت اعرف باللي راك في لو ريسي دو فواياج. اسهل طريقه باش تعرف تفرق بين ريسي دو فواياج اي لو غوبورتاج توريستيك للي ما يفهموش النص، وهذه الطريقة أفضل من أنك تفهم النص. مش أنك طريقة ما تفهمش النص بس هذه أسهل. أنا دات كاينة دات كومبليت يتسمى راك في ريسي دو فواياج، ما كاينش دات كومبليت راك في لو ريسي دو دونك روبورتاج توريستيك ريسي دو فواياج راك. دونك كي تكون عندك اون دات كومبليت راك في لو روبورتاج توريستيك، كي تكون عندك كي ما تكونش عندك اون دات كومبليت راك في لو ريسي دو فواياج. طريقة مضمونة. علاه علاش اون دات كومبليت بالذات؟ باسكو هذا مقال صحفي لو روبورتاج توريستيك، والمقال الصحفي يكتبو صحفي ان جورناليست. لو جورناليست هذه نزيد نعطيها لكم هذا ثانية دونك نقولو لا ريفيزيون فينال تاع الباك. معليش نعطيها لكم، المهم نعطيها لكم المعلومة هذه. عندنا لي تيب دو لوتور، عندنا جورناليست يكون لو نو لو برينوم دو لوتور plus le nom du journal. كيما تلقاو le nom du journal، المهم واش تهمني la date complète هايلك le jour plus le mois plus l'année. فهمتوا؟ دونك هذه كي تكون تعرفوا روحكم بلي راكو بلي هذا لوتور هو ان جورناليست. هذا هيستوريان تيمون اكريفان ما تهمكمش على خطيتكم، هذا تاع تيرمينال راني كاتبه ريفيزيون فينال بور 3ام اني توس لي فيليير خطيتكم، هذه تاع تيرمينال. دونك نعاودو نقولو دونك اخر حاجه هذه الطريقه كيفاش تفرق بين ان ريزي دو فواياج اي ان روبورتاج توريستيك. كاينه علاقه بيناتهم اللي هما في زوج يحكوا على ان فواياج، الفرق بيناتهم كل واحد والهدف تاعو. لو ريزي دو فواياج يحكي باش يحكي، اي لو روبورتاج توريستيك يحكي باش ينسيتي الناس باش تزور هذا المكان ويطور السياحه. باش تفرق بيناتهم يا تفهم النص يا من لا سورس تلقى كل حاجه. هذا مكان خلي لكم لو لين باش تيليشارجيوها في لا ديسكريبسيون، او سي خلي لكم لو لين تاع الشرح تاع لو روبورتاج توريستيك وحده لو ريسي دو فواياج وحده في لا ديسكريبسيون. الدروس اللي تحتاجوهم كل حاجه نخليها لكم في لا ديسكريبسيون. لي ريزو سوسيو تاعي لي عنده سؤال يكتب لي في لي كومونتير. وصح فطوركم، نتلاقاو في لي فيديو الجايين ان شاء الله. دونك هنا ملاحظة نهائية برك قبل ما نكمل الفيديو كالعادة، راني شوفوا راني باش تعرفوا حاجة نصور فيديو مرخور مني بدا لو ريسي دو فواياج حتى درك باش نحطهم لكم كامل اليوم. دونك لارتيكل دانفورماسيون واش فيه؟ هو نص يعطيك فيه دي زانفورماسيون. هذا مكان ما عنده علاقة لا بلو ريسي دو فواياج لا بلو روبورتاج توريستيك، باسكو هذا يجر لو ريسي دو فواياج كيف كيف لي زوج يوصف لك ويسرد لك ويعمل مام لي باساج ديسكريبتيف يكونوا يعطوا دي زانفورماسيون. قلنا عليها لا ديسكريبسيون دون دي زانفورماسيون سور لو ليو لا ريجيون هذيك الموصوفه اللي وصفها لنا حول المكان الموصوف. مي هذا لارتيكل دانفورماسيون فيه يا الوصف برك يا يعطيك دي زانفورماسيون ديريكتومون، يعطيك دي زانفورماسيون من الاخر. لا فيزي تاعو انفورماتيف، لو بوت كي تعطيك على لو بوت اكتب له انفورماتيف. لا لا فيزي لانتونسيون كومونيكاتيف اكتب له انفورماتيف والسلام عليكم. انفورماتيف ماشي انفورماتيف. هذا مكان ولا دوني زانفورماسيون سور ان في ريال، هذه برك لو في ريال تبقى. هذا هذه ملاحظه الوحيده. وصح فطوركم صح فطوركم، يعني على بالي ختام سيء جدا، ماشي سيء جدا يعني ما مش سيء صح فطوركم حاجه مليحه، مي شغل ليه باسكو راني نصور لي فيديو بزاف.